ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا E
بطل. وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر إن الله كان غفورا رحيما.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا سيبا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ولا تقل واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله أكبر.
أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك
وما يضلون إلا وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما يضر وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم.